واصلت الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والقوات العسكرية في العراق، وفجر مسلحو تنظيم داعش للمرة الثالثة على التوالي خلال أيام جسرا استراتيجيا في الأنبار، وهو ما يؤشر لنوايا داعش والقاعدة لتقسيم مناطق العراق. قتل 15 مدنيا عراقيا وأصيب العشرات في انفجار شاحنة مفخة يقودها انتحاري على جسر الحوز بمدينة الرمادي، وأدى الانفجار إلى انهيار أجزاء من الجسر الاستراتيجي وسط محافظة الأنبار. وعزى مراقبون سبب استهداف الجسور الرابطة بين محافظة الأنبار والعاصمة بغداد من قبل مسلحي تنظيم داعش إلى إعاقة خطوط الإمداد للقطاعات العسكرية وإدامة المعارك. وأكد عسكريون أن داعش بعد خسارته معركة الأنبار يحاول نقلها إلى باقي المحافظات الأخرى، خاصة وأن جسر الحوز هو الثالث خلال أيام بعد تفجير جسرين رئيسيين هما جسر الجبور الذي يربط شرق بعقوبة ببقية مناطق ديالى، إضافة إلى جسر ثان يربط المنطقة بكركوك. ويأتي الاستهداف المتكرر من قبل داعش للجسور بعد فشله في معارك الأنبار ومحاولته تقسيم المناطق وفصلها بعضها عن بعض. وكان عشرات المسلحين قد هاجموا أمس معسكرا شرقي الفلوجة، فيما شهدت المدينة مقتل 9 جنود في مواجهات مع المسلحين، كما شهدت الموصل مقتل 7 جنود في هجوم مسلح أمس على حاجز تفتيش عسكري. وتشهد مدينتا الفلوجة والرمادي منذ أشهر مواجهات بين القوات العراقية والمجموعات المسلحة. في غضون ذلك، أفادت تقارير صحفية أن الشريط الحدودي بين سوريا والعراق يشهد معارك عنيفة بين الجيش العراقي ومجموعات المسلحة، بعضها يقاتل في سوريا، وأرسلت تعزيزات عسكرية هامة إلى الحدود قدمت من مناطق حزام بغداد. وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع الأنباء عن تكثيف المسلحين نشاطهم خصوصا في منطقة القائمة الحدودية. كما أعلنت قيادة الجيش العراقي أنه تم تنفيذ عمليات أمنية وتم اعتقال وقتل العديد من مسلحي داعش والقاعدة. من جانب آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس المفوضين سحب استقالات أعضائه حرصا منه على العملية الانتخابية في العراق. يذكر أن أعضاء المفوضية قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي إثر خلافات بين السلطات التشريعية والقضائية.